تعتبر شركتي إكس وميتا هما الأكثر شعبية في العالم في عالم التطبيقات التواصل الاجتماعي الرقمية، ولديهما قاعدة مستخدمين كبيرة، ومع ذلك فإنهما يختلفان في العديد من الجوانب بما في ذلك الجمهور المستهدف والمحتوى الذي يتم مشاركته، ولكن يبدو أنها وصلت للضرب بينهما. خلونا نتابع المزيد من خلال هالتقرير. يعتبر إيلون ماسك المالك لتطبيق تويتر، ومارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، هما من أغنى وأقوى رجال الأعمال في العالم، ولهما رؤى مختلفة حول مستقبل التكنولوجيا. ويؤمن ماسك بإمكانية استخدام التكنولوجيا لتحسين حياة الناس، بينما يؤمن زوكربيرغ باستخدام التكنولوجيا لجنبنا. أدت هذه الرؤى إلى صراعات مستمرة بينهما حتى اليوم، ولذلك فوجئ العالم في الفترة الأخيرة بالإعلان عن تطبيق يسمى إنستغرام ثريدز للتدوينات المصنعة، وهو يشابه تويتر كثيرا، وهذا ما أثار غضب إيلون ماسك والذي أدى إلى اشتعال الحرب فيما بينهما. حقق إنستغرام ثريدز جدلا كبيرا، وسرعان ما زال المشتركون فيه بقرابة 2.5 مليار مشترك لعدة أسباب، منها السهولة في انتقال المستخدمين إلى التطبيق الجديد. تألقوا بالدعاية التي صاحبت انطلاق هذا التطبيق. ترتب على ذلك عدة تهديدات بمقاضاة شركة تويتر لشركة ميتا بسبب ارتكاب سرقة منظمة وحصولها على أسرار تجارية تخص تويتر بشكل غير قانوني. وبعد كل هذا، هل ستستمر هذه الصراعات كثيراً؟